بسم الله الرحمن الرحيم. بينما أنا على طريق الدمام الساحلي متجه إلى مدينة الخبر، إذا برجل على جانب الطريق يشير إلي باستحياء فتوقف. السلام عليكم. ركب الرجل. والله مش كنت سهران بالليل ونمت متأخر وصحيت متأخر ما لقيت حد يوصل لي. الأمر هين وأنت على طريقي. الله يبارك فيك شيخ، بس ما أدري كيف أقول رئيسي الحين. كما قلت لي تماما، أطلت السهر، استيقظت متأخرا، لم تجد أحدا يوصلك إلى مكان الوظيفة. ما يقبل الكلام هذا، لابد أن نحتال عليه ونكذب عليه. قلت مصيبة، قلت مصيبة، قلت مصيبة. الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. إن أنت حددت الصدق أنت ترضي الله تبارك وتعالى. نجاة أهل الصدق. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أصبح الكذب سمة بارزة في المجتمع، الكل يكذب إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وهلاك أهل الكذب. البضاعة التي نحتاجها اليوم بضاعة الصدق وعملة الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبتلى الصادق؟ يبتلى الصادق؟ نعم يبتلى. يخذل؟ يخذل؟ أبدا والله، أبدا والله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. شعار الصادقين. أينقص الدين وأنا حي؟ شعار الصادقين. أينقص الدين وأنا حي؟ فانظر في ديننا، في بيوتنا، في أسواقنا، في كل مكان، من منا قال تلك المقولة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبذل الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين؟ نجاة أهل الصدق. كثير اليوم يجامل ويتنازل عن دينه، يتنازل عن قيمه بسبيل عرض من الدنيا قليل. أخي المستمع، أسألك بالله العظيم، الصادق ينام عن الصلوات؟ الصادق. أتدرون الصادق من الصادق؟ الصادق. الصادق هو الذي يصدق في توبته وفي رجعته وإنابته إلى ربه تبارك وتعالى. قصة كاذب. كثير يتوب ولكنه يكذب في توبته ويتمادى في خطئه وزلته. قصة كاذب. تناسى أن الله يمهل ولكن الله ليس بغافل. قصة كاذب. قال: فكنت إذا خلوت إلى نفسي أغلقت الأبواب وأسدلت الستور وشربت الخمور وبارزت ربي بالمعاصي. قصة كاذب. اللهم بحرمة هذا المصحف الكريم من كلامك إلا ما فرجت عني. قال: فاستجاب الله لي. قصة كاذب. لكني عدت فوقعت في هذا المرض الذي تراني فيه الآن. قصة كاذب. فلما فتحت المصحف في هذه المرة لم أرى حرفا واحدا من كلامه. تتوب عن الذنوب إذا مرضت وترجع للمعاصي إذا برئت. فكم من كربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بليت. أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهمت. أما تخشى الديان يوما إذا بالحشر أعواما وقفت. أما تخشى أن تأتيك المنايا وأنت على الخطايا قد دهمت. اتق الله عباد الله، اتق الله عباد الله، وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. أيها الأحبة في الله، فضيلة الشيخ خالد الراشد يخبركم عبر الشريط المتميز لتسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر بأن النجاة فقط لأهل الصدق. نجاة أهل الصدق، نجاة أهل الصدق، خطبة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم.